مصر من زمان وهي واحدة من أهم البلاد الزراعية في العالم كله، واللي كانت في وقت من الأوقات هي سلة غذاء العالم، وكانت أغلب الدول بتعتمد عليها في سد حاجة سكانها من الغذاء. لكن عمرك سمعت عن قرية مصرية صغيرة عدد سكانها ما بيتعداش 10,000 نسمة، وفي وقتنا ده بتصدر لأغلب دول العالم بالدولار، وهي المصدر الرئيسي لأغلب أنواع الفاكهة في الدول دي؟ لو عايز تعرف إيه حكاية شوف الفيديو ده للآخر. بانكير، نبض البنوك. من زمان واحنا بنتوارث اغلب شغلنا ابا عن جد، كل واحد فينا بيطلع زي ما بيلاقي ابوه ومهنه ابوه في اغلب الاحوال. هنا في قريه بتبس في محافظه المنوفيه، واللي معروفه باسم القريه الخضراء بسبب ان اهل القريه دي ما بيزرعوش حاجه غير شتلات الفواكه والخضروات. القرية الصغيرة واللي موجودة في مركز شبين الكوم مساحتها صغيرة، عدد سكانها ما بيتجاوزش 10,000 فرد، مصنفة بأنها أول بلد في مصر في تصدير الشتلات لأغلب دول العالم وخاصة الدول العربية وبعض دول قارة أوروبا. في الوقت الحالي بقت مقصد عشاء الزراعة علشان يشتروا أجود أنواع الشتلات، بس الجديد أنهم طوروا نفسهم وبقى عندهم مشاتل هي الأكبر على مستوى الجمهورية. مفيش حد فيها فقير، ولا حد عاطل، ولا حد بيسافر برا البلد وبيتغرب في الدول اللي برا علشان يلاقي شغل، لانهم بكل بساطة اصحاب املاك ومشغلين ناس كتير معاهم من مشاتل الزراعة. القرية الصغيرة واللي ممكن ما تعرفش عنها حاجة خالص بتصدر شتلات فواكه لدول العالم ب20 مليون جنيه سنويا لأغلب دول العالم خاصة الدول العربية والإفريقية، وأغلب أطفال القرية ما بيتعلموش حاجة غير في مجالات الهندسة الزراعية اللي ساهمت في تطوير شغلهم الخاص في صناعة وتطوير الشتلات ومع مرور الأيام والسنين. ولما يكون العمل مبني على أساس علمي أكيد هتكون النتائج مختلفة تماماً عن الشغل العشوائي. ده اللي عمله شباب القرية اللي طوروا من شغل أبهاتهم في شغل الدراسة وزرعوا أنواع جديدة من شتلات الفاكهة، وفترات قليلة أغلبهم نجح بشكل كبير قوي في منتجاتهم. حالياً مفيش فرد واحد في القرية عاطل لأنهم كلهم شغالين فيها، أغلبهم أصحاب أملاك واللي ما عندوش ملك عنده شغله الأساسي والثابت، خاصة أنه بياخد راتب استحالة يقدر ياخده في أي مكان أو وظيفة تانية، غير أن شغله جنب البيت وموفر وقت السفر والانتقالات في التنقل ما بين الشغل والبيت. طب إيه هي الشتلات اللي بتوفرها القرية دي وبتصدرها لأغلب دول العالم؟ قرية بتبس واللي وصل صيتها لأغلب دول العالم حالياً أول قرية على مستوى مصر في مجالات التصدير، تتميز بزراعة شتلات الموالح وشتلات الحلويات زي التفاح والخوخ والمانجا والمشمش والبرقوق، ده غير أنهم طوروا أنسجة النخل المجدول واللي كانت مصر بتستورده من الخارج وعملوا عليه شوية تجارب، وبقى عندهم سلالات خاصة بيهم ليها إنتاجية عالية من الإنتاج ومقاومة للحشرات وسوس النخل. حالياً هما شغالين على استنباط سلالات مختلفة من التمور مش موجودة في أي دولة من دول العالم، هتكون مصر هي المصدر الأول ليها لكل دول العالم، واللي هتكون باب جديد من أبواب التصدير ودخول عملات أجنبية لمصر. أنا أشرقة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.